عليكم كده ريدي بتسريكم تمنى عارفة تكونوا بخير وتكونوا في حسن السلام عليكم كده ريدي بتسريكم تمنى عارفة تكونوا بخير دينا لو تسمية جرام ديال الفينو بوشية ومية جرام ديال دينا لو تسمية جرام ديال الفينو التطيخ الأبيض ومية جرام ديال شوية الفورس يعني التطيخ الأبيض إن شاء الله صافي وشوية الخميرة وشوية الملح نعجنهم ونتلاقاو إن شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه خصها تكون مرخوفه كندلكوها حنا كندلكو كنرشوا الماء كندلكو كنرشوا الماء حتى كتولي العجينه رطبه وخفيفه يعني بحال ديال الشفنج ما خصهاش تكون قاصحه العجينه ديال البوشيه خصها ضروري تكون مرخوفه بزاف وكتبغي ليك مزيان وانتم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. ملي عجناها خليناها خمرات نتوما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالها عاد خدينا شويه الزيت وبدينا كنشكلو كويرات صافي كنشكلوهم وفي البلاصه كنردو هذا المقله كتسخن وكنبداو نطيبوهم وها نتوما معايا
هو الشير ديالنا كملناه، كيجي رطب وزوين، كيجي رائع. وطبيعة الحال خدينا ليه شوية العسل والزبدة وكندهنوه مع كويس ستاي. وبالصحة والراحة، كنتمنى أنكم تجربوه بطريقتي وراه غادي يعجبكم. وإلا جربتو عجبكم تابونو في القناة ديالي. ومبقالي إلا نقول لكم السلام عليكم إلى فيديو قادم بحول الله.